تحصل مركز التوليد وطب الرضيع في تونس مؤخرا على اعتماد كامل لتكوين وتدريب الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد من طرف المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بعد تقييم الخبراء الميداني لمدى توفر الإمكانيات. الخبراء هذو موقفوا على جميع الظروف التدريبية والأكاديمية وكذلك الظروف الإقامة، لأنه معناتها ملائمة لقبول متدربين من كافة أنحاء الوطن العربي. المتدربين هذوما باش يكونوا أطباء من تونس أو من خارج تونس للحصول على شهادة معترف بها دوليا من البورد العربي اللي هو المجلس العربي للاختصاصات الصحية. كما أن هذا المركز يعد الأول في تونس والمغرب العربي الذي تحصل على اعتماد كامل من طرف المجلس العربي للاختصاصات الصحية. احنا أول دولة في المغرب العربي تعتمد اللغة الفرنسية في تكوين الأطباء، تم اعتمادها على الصعيد الإقليمي كمركز تكوين معتمد ومعترف به، وهذه مفخرة لنا، وهذا تتويج للمجهودات الجبارة اللي تمت على مستوى مركز توليد على مستوى الطبي شبه الطبي وخاصة زاد الإداري. تم التطرق للملف الطبي الرقمي، احنا تويك في المركز قريب نخلطوا لنسبة 100% في التغطية الرقمية للملف الطبي، وهذا يحسن من الحوكمة متاع الموارد متاع المستشفى. تعدد واستمرارية البحوث الطبية مع توفر التجهيزات الطبية اللازمة، منها التي تمكن من التقصي المبكر والكشف عن الجنين، من الأسباب الرئيسية للحصول على الاعتماد الكامل. دونك المرأة اللي كتجي حبلة، فما أي حاجة فما أي مشكلة كما شفت نجمو نعملوا تحاليل، ناخذوا عينة يا من الميل اللي عايش فيه صغير ولا من المشيمة من الخلاص معناتها متاع البيبي هذي في العمر مبكر جدا في شهرين ونص. ومن بعد بالإيكوغرافي بالكشف بالصدى العادي معروف بالنواغي بلون معناتها دو دي الأكحل والأسود، عندنا هوني الإمكانية بالماكينات هذوما اللي خذيناهم باش نعملوا الـ 3D معناتها ترى وجه البيبي بالكدا خشم وعينيه، يعني لا قدر الله إذا فما أي تشوه في الوجه ولا في الفم ولا فما فتحة في الفم ولا أي حاجة تظهر. وكي راهو هذايا الكل هما ما عندهمش في البلدان العربية، راهو بالحق في الأماكن اللي جاو قالوا هذايا حاجة من الحاجات اللي احنا ناقصين فيها برشا. إجراء سيمكن اختصاصات طبية أخرى من الحصول على الاعتماد، ومنها تعزيز الدور المرجعي للمؤسسات الاستشفائية التعليمية في تونس.